اسمي أمجد بهية، سني 22 سنة، مستوى تاني بكالوريا من الفيزياء خيار فرنسية، وأساسا بدرس مش مهم درس في لاي خصوص. الفترة مع جبجل تمكن تبوت نجحت شهادة بكالوريا، تبوت تمتحن كان تناول مزيانة، أجواء مناسبة، كان عندي مساعد مرافق زكية بطاط على بخصوص امتحان. بعد حصولي بكالوريا ميزان مقبول قدمت إلى فاك بتاع تجارة أو قدمت إلى بعلوميات. كنشكر أساتذة عوني طوال السنة واشتجت يعني اشتجت بالنجاح في ضمن الدراسة وعاونوني في الأسرية بحيث الدعم النفسي والدعم نتيجي كيشجعوا وعاونوني بحال المرافقين عاونوني تحت الامتحان بالدعم النفسي وحب مؤسسة أسر وأساتذة وكنشكر المرافقين والجمعية ومؤسسة مدرسة في العالي والتصحف المحلي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.